أهلا بكم إلى حوار المساء. تواصل القمة الحكومية أعمالها اليوم الثاني على التوالي هنا في دبي بطرح ملفات وقضايا تخص ترقية الخدمات وتسهيل حياة السكان في مدن المستقبل، وذلك بتسخير المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وأيضا توفير شبكات تواصل ذكية تؤمن نوعية الخدمة وسرعتها وتواكب العصر. هل نحن أمام نهاية زمن الطوابير الطويلة في مكاتب الخدمات الاجتماعية؟ وهل بإمكان الوسائل الجديدة أن تحارب ظاهرة مثل البيروقراطية وأن ترقى بما تقدمه إلى ما أصبح يعرف بخدمات الخمس نجوم؟ وكيف يمكن أن ننتقل في مجالات مثل التعليم إلى عصر تصبح فيه المرونة وسهولة التحصيل هي العنوان الكبير؟ حوارنا هذا المساء إذن سيتناول مستقبل الخدمات في زمن المدن الذكية. إذن نرحب بضيفينا في حوار المساء. معنا هنا في استوديوهاتنا مدير جامعة الإمارات الدكتور علي النعيمي وأيضا وكيل وزارة العمل الإماراتية السيد حميد بن ديماس، مرحبا بكما إلى حوار المساء. ويمكنكم أيضا مشاهدين المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك. إذن أرحب بضيوفي في حوار المساء وأبدأ معك دكتور علي، يعني من السؤال الذي طرحناه في المقدمة، هل نحن مقبلون على عصر تنتهي فيه الطوابير الطويلة لمن يطلبون الخدمات الاجتماعية من جميع المؤسسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أولا التحول إلى الحكومة الذكية مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في شهر مايو من السنة الماضية وحدد لها سنتين، وتسميتها الحقيقة بالحكومة الذكية يوحي بمدلول محدد فيما يتعلق بأن المطلوب توفير خدمة للمستخدم تصل إليه بسهل ويسر ويتساوى فيها كل من يحتاج إليها في الحقيقة. ولذلك كان حتى في الطرح للمواطن والمقيم شيء طبيعي، لما أنت ستقدم الخدمات من خلال تطبيقات، هذه التطبيقات لا تعرف المستخدم من، إنما تعرف شروط وضوابط محددة، والإنسان مطلوب منه أن يفي بهذه الشروط ويحسن التعامل معها. نعم. ولذلك ستجد سلاسة في التعامل، وستكون هذه الخدمة متوفرة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع للإنسان أينما كان هو، وليس في مكان أو مقرات الهيئات والمؤسسات. نعم، يعني بالأمس كانت حلقة المساء ربما تطرقت لجوانب مهمة في الحكومة الإلكترونية والذكية، لكن وصلتنا العديد من التعليقات سيد حميد فيما يتعلق بالخلط أيضا وعدم الفهم من المشاهدين بالفرق بين الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية. بعض التعليقات أيضا الطريفة التي وصلتنا، ربما بعضهم اعتقد أن الحكومة الذكية معناه وزراء أذكياء. نعم أستاذ فيصل، أعتقد الحكومة الذكية كما تفضل سعادة الدكتور علي لما أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، هي موبايل جوفرمنت، حكومة متنقلة. تعودنا بأن الحكومات تنتظر المتعامل المواطن أو المقيم يأتيها يطرق الأبواب، يقف كما تفضلت في الطوابير لكي يحصل على خدمته. نحن هنا في الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس وزراء، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء، علمنا ومشينا على أن نحن يجب أن نصل، وذلك هذه الحكومة ديناميكية متحركة تستخدم كل التقنيات والتكنولوجيا. نعم. وتوظف كل الإمكانيات والطاقات والإبداعات. نعم. لكي تسعد الناس. لا أعود، أنا أرجع إلى سؤالك. نعم. الفرق بين الحكومة الإلكترونية بالضبط. والحكومة الذكية، في حكومة تقليدية بسهولة حتى وهي يعني حكومة الطوابير ثم للمشاهد. حكومة، نعم، الحكومة التقليدية حكومة بيروقراطية، خلينا نقول روتين مستندات وأوراق طوابير، ثم انتقلنا إلى الحكومة الإلكترونية وهي الحكومة التي تستخدم وسائل التقنية الموجودة، تحديدا أكثر شيء نتكلم عن موضوع الإنترنت، فنستخدم شبكة الإنترنت في أن احنا نقدم خدماتنا. يعني نحن مثلا في وزارة العمل منذ عام 2000 أطلقنا خدماتنا الإلكترونية، في عام 2007 طورنا الخدمات الإلكترونية، لكن اليوم لما نتكلم على موضوع الحكومة الذكية يعني سوف نستخدم قنوات أخرى متنقلة على رأسها كما يعني أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الموبايل. أوكي، لأن الموبايل هو وسيلة إلكترونية بيكون سمارت، تليفوناتها الذكية، وبيكون متوفرة 24 ساعة، متوفرة في 7 أيام، متوفرة. نعم. في كل الأوقات، سهل الاستخدام،
يقدر تقدر يقدر يستخدم الشخص في اي وقت. لكن ليست الحكومه الذكيه هي موبايل فقط، لكن اليوم تظهر تقنيات، انت ممكن نظاره جوجل، هذه اداه من يعني الادوات الموجوده متعددة. طبعا ادوات من سنتحدث عنها يعني بشكل مفصل بالضبط. يعني ما هي القنوات التي يمكن ان تستخدم؟ فكرة الحكومه الذكيه بان هي ادوات تكنولوجيه متعدده ليست ثابته، ليس لابتوب تحاطينه قدامك وتستخدم، وانما الفكره كلها ان الحكومه سوف تستخدم كل الادوات التي تصل الى المتعامل وهي ادوات تكنولوجيه. نعم. ذكيه. لكن اعود لمساله الحكومه الالكترونيه، يعني دكتور علي، هل نحن يعني استخدمنا كل الوسائل وبالفعل يعني مضينا بشكل متدرج في مساله الحكومه الالكترونيه بحيث ننتقل الى الحكومه الذكيه؟ اولا اود ان اوضح شيء، التدرج هذا مفهوم غير موجود عندنا نحن في عملنا، ولذلك نحن دائما نسابق الزمن لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه أي مكان. يعني نقل التجارب الجيدة والمفيدة لتقديمها للجمهور العام، هذا أساس من أسس العمل الحكومي. غير مطلوب منا أن نشوف الآخرين متى ما بدأوا ونبدأ، لا، ننظر إلى ما إلى ماذا انتهوا ونبدأ من حيث انتهوا ويمكن نتقدم. أنا لما أرجع للمصطلح الحكومة الذكية، الحقيقة الحكومة الذكية غير مرتبطة بذكاء أفراد، إنما بذكاء مؤسسي، ببيئة عمل تقوم على الإبداع والابتكار، والخدمات اللي تقدم بذكاء، تتميز باليسر والسهولة والمرونة والكفاءة. نعم. للمستخدم. لكن هذا يعني جوهر الحكومات الذكية أو التطبيقات الذكية، لكن إلى أي درجة بالفعل يعني هناك مؤسسات في المنطقة أو في الإمارات بالفعل استطاعت أن يعني أن تجعل عملية بيروقراطية إلى عملية ذكية؟ ما مدى أيضا تجاوب الجمهور مع هكذا عمليات يعني من خلال التطبيقات الذكية سيد حميد؟ نحن نعتقد في دولة الإمارات، أتفق مع سعادة الدكتور علي، قطعنا شوط في موضوع إطلاق الخدمات يعني الذكية وإطلاق الخدمات عبر الهاتف المتحرك. اليوم نحن نتكلم عن 3000 تطبيق تم تقديمه الى المسابقه التي اعلن عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، اللي هي مسابقه افضل تطبيقات يعني ذكيه موجوده، الرياده والسبق في 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 دولتنا ولدى حكومتنا خلف قياده وقياده استثنائيه موجوده. بس سؤالك استاذ فيصل، مدى يعني تفاعل وتجاوب يعني الجمهور؟ يعني عدد كبير من المؤسسات لديها يعني خدمات إلكترونية وأيضا تطبيقات ذكية، لكن ربما تشتكي المؤسسات من عدم التفاعل بشكل كبير من قبل الجمهور. هي ثقافة، لكن اليوم نحن هاي مسؤوليتنا في الحكومة، مسؤولية مزودي الخدمة، بأن كيف اليوم نحن نسوق لهذه الخدمات. نعم. ونوعي المتعاملين ونخليهم يستشعرون بالمتعة، يعني لما بيحصل على الخدمة من خلال الموبايل أو أي وسيلة إلكترونية متحركة كما ذكرت، بأن يشعر بمتعته، أنه يستمتع بهذه الخدمة الموجودة، يجد أن أيسر، أسهل، أكثر كفاءة، وفي نفس الوقت يحس أنه يعني هذه أفضل بكثير من القناة التقليدية الموجودة. أتفق معاك أن في تحدي موجود، هو موضوع الثقافة وكيف ممكن نحن أيضا نغير الكلتشر والعقلية، لازم نفكر بطرق إبداعية. فهي حكومة أساسا يعني الحكومة الذكية هي تقوم أساسا على الريادة والمبادرة والإبداع. نعم. والابتكار يعني في هذا الموضوع. نعم. يمكن اللقاء بيخلينا نفصل. نعم. إن شاء الله في هالجزئية. دكتور علي، يعني شو رأيك في مسألة الوعي، يعني حتى في ربما مؤسسات تعليمية كبيرة وطلبة لهم تعامل كبير مع سمارت فون أو الهواتف الذكية ويجدون صعوبة، فما بالك يعني جميع الأعمار في المجتمع؟ أنا أعتقد الحقيقة المفروض يكون جزء من أي مقترح لتقديم خدمة من خلال برنامج الحكومة الذكية، يجب أن يكون هناك تعريف الجمهور بالقيمة المضافة لهذه الخدمة، الامتيازات. إيه، لابد. هذا جانب. جانب آخر، نحن عندنا تجربة في التعليم العالي، جامعة الإمارات، جامعة زايد، كلية التقنية، بدأنا قبل سنتين استخدام الآيباد في السنة الأولى، ألغينا استخدام الكتب كلية، والبرنامج جهزناه خلال 4 أشهر. يعني بدأنا العمل في شهر 5 وبدأ التطبيق في شهر 9. جاءوا الطلبة، غيرنا المناهج، طريقة بنائها، طريق الإطار الفكري لها. الطلبة كانوا الحقيقة جاهزيتهم
أقول لك بأمانة أفضل من المدرسين، رغم المدرسين دخلوا دورات أشرفت عليها أبل. نعم. لكن طلبتنا أنا ما أعتقد التحدي في الجيل الشريحة هذه. البعض يتخوف من يعني من جودة عملية التعليم، ربما العملية التقليدية السهولة، يعني هذه المخاوف كيف تنظر لها؟ لا أنا أشوف، أنا أول شيء من الخطأ الحكم على الجيل اللي موجود الآن بمقاييس تعلم جيلنا نحن. نحن لازم نحكم بالمخرجات بالنتائج في الحقيقة. أنا أعتقد هذا الجيل من الظلم إن نحن ننظر له بمقاييس نحن طبقت علينا، لا لازم نقيس ننظر له بمقاييس تتناسب معه، لأن الحقيقة هو يجب إعداده لحياة غير عن حياتنا نحن. نعم. والآن يعني يمكن سمعت المتحدثين اللي كانوا يتكلمون إن الأشياء تتغير، إذا كانت الأمور المعارف كانت تزداد مثلا خلال 100 سنة، الآن خلال سنتين تضاعف. فأنا أعتقد أن التحدي الحقيقة في قضية طريقة تقديم الخدمة، لكن الجمهور أعتقد أن الأغلبية الساحقة ستكون قادرة على التعامل معها، بالذات في الإمارات. نعم. لأن المجتمع مبني على الآن مبني على أن يستخدم التكنولوجيا. نعم. نفس الموضوع يعني بس من جانب العمليات الخاصة بالمؤسسات، يعني مسألة إعادة هندسة العمليات، يعني المشكلة التي تحصل عندما يتم استحداث تطبيق معين تبقى العمليات كما هي في الموقع الإلكتروني أو حتى عن طريق الطريقة التقليدية مباشرة، يعني لا يتم اختصار العملية، إلى أي درجة تؤثر على جودة التطبيق الخاص بالحكومة الذكية سيد حميد؟ أنا أعتقد أن نحن يمكن حتى نتحول من الحكومة الإلكترونية للحكومة الذكية إذا ظلينا نفكر بنفس المنتلتي والعقلية في أثناء تصميمنا للخدمة واللي احنا أساسا نقدمها بالقناة التقليدية أو القناة الإلكترونية، ونبغى ننقل نفس الخدمة بنفس شروطها بنفس معاييرها بنفس مستنداتها بنفس تعقيداتها، ونبغى نحطها على التليفون الصغير هذا الشاشة اللي أصلا المفروض أن يكون يعني شاشة صغيرة مش شاشة مثلا اللابتوب. هي الإشكالية. لذلك نعتقد أن سيدي صاحب سمو الشيخ محمد وأجزم بأنه يعلمنا بأن هذه فرصة بالنسبة لنا بأن كيف نعمل ري إنجيرينج، نعمل عادة هندسة لجميع عمليات الخدمات الموجودة. يعني ما مدى أيضا قابلية بعض المعاملات في أنها يتم إعادة هندستها حتى تتوافق مع الحكومة الذكية، وخطوات بسيطة يعني 4 خطوات فقط؟ خلني أعطيك مثل عملي أنا حتى أيضا المشاهدين. عندنا أحد العمليات الموجودة مثلا في الوزارة، عندما صاحب العمل ينقطع عن العامل، ينقطع عنه ويبغي يخطر الحكومة بأن هذا العامل منقطع عن العمل في فترة من الفترات، حتى يقوم بهذه العملية يحتاج إلى 3 أسابيع، يحتاج أكثر من 15 زيارة، يحتاج إلى أوراق ومستندات، يحضر صورة الجواز، صورة البطاقة، صورة الرخصة، صورة من الضمان البنكي. ثم انتقلنا إلى هذه حكومة أعتقد تقليدية، ثم انتقلنا إلى حكومة إلكترونية أصبح لها بإمكان يستخدم الإنترنت ويعبي يعني بعض المعلومات والبيانات، ثم يعمل سكان ويرسل بعض المستندات، وهذه الحكومة الإلكترونية. الآن إحنا أطلقنا على برنامج السمارت أبليكيشن موجود على أندرويد. لا، أنت ما تحتاج، أنت كصاحب عمل عندك يوزر نيم باسورد 24 ساعة في أي وقت، أخطروك بأن هذا العامل انقطع، ما عليك إلا أنك تدخل على رقم المنشأة ثم بتشوف بيانات هذا العامل، وفيها في ثواني. نعم. أنا لا أتكلم عن أسابيع وزيارات، وفي ثواني مجرد أنك أنت صبمت إرسال وغيره. أنا أقول لو نحن ظلينا نفكر بالأوراق وبالمستندات، ولا بد يحط لي صورة كذا، ولا بد يحط لي التعهد كذا، ولا بد أن الشروط، لا يمكن. ولذلك هذه فرصة بأن لا يمكن أن نتحول إلى حكومة ذكية ما لم يكن لدينا تفكير، يعني أنا أقول تفكير جذري وتطويري، ولا نرضى بالتحسين أو بالتعديل، لأن الحكومة الذكية تعني بارادايم شيفت، يعني تغيير نوعي حقيقي فعلي. نعم. لذلك هذا التحدي، انا اعتقد هذه نعم. اكبر ايجابيه للحكومه هذه الذكية. نقطه تدفعني يعني الحديث عن ضمان الامن وايضا المصداقيه، ولعلي انتقل هنا للدكتور علي في جانب الضمان المصداقيه، التعلم من يعني الذكي عن بعد من البيت، يعني ايضا يدفعني الحديث عن مصداقيه هذا التعليم، كيف تنظر لهكذا توجه ربما سينتشر بشكل اكبر خلال المستقبل القريب؟ بس تعليق على ما سبق ذكر الأخ حميد، أنا أعتقد من التحديات الحقيقة أمام تحقيق الحكومة الذكية الموظفين مش الجمهور. الموظف يعتبر، بعض الموظفين قد يعتبر هذا التحول تهديد لأمن الوظيفي، ولذلك لابد من المؤسسة يعني ترسل رسائل تطمين
وتبحث عن أدوار جديدة للموظفين هؤلاء حتى يكونوا يعني متفاعلين لإنجاح هذا العمل. لأن سيشكلون عقبات الحقيقة، وهذا مهم جدا. ففي يعني سنتحدث يعني في هذا النقطة بشكل مفصل معك أيضا مع الأستاذ، لكن يعني أود الحديث عن المصداقية وأيضا لمعاملات عن بعد. يعني ربما مثال في التعليم التعلم عن بعد. يعني أنا أعتقد فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، الآن هو ليس تعليم عن بعد، بل هو تعليم تفاعلي يفتح آفاق أمام الطالب ومصادر للمعرفة 24 ساعة. أنا أعطيك مثال، الآن نحن عندنا في جامعة الإمارات بدأنا نسجل كل المحاضرات وسنضعها على النظام. الطالب يحضر المحاضرة، يمكن ما ركز، يمكن بعد فترة يريد يسترجع هاي المحاضرة، يستطيع يدخل على النظام ويشوف هذه المحاضرة بالكامل. لكن ما يعني له سلبيات ربما يعني قد تظهر في هذا الجانب البسيط من تطبيق الحكومة، يعني التسيب ربما، لا الإهمال، أو هنا كيف هنا كيف يتم إدارتها بشكل كامل؟ لا، هنا القضية إدارتها أول شيء، نحن ما يمكن نستغني عن وجود الطالب مع الأستاذ، لأن الحقيقة نحن عندنا في شيء يسمى المنهج الخفي. تفاعل المدرس مع الطالب في القاعة وتعلم الأقران يوجد يصقل شخصية الطالب، مش قضية تقديم معارف وخبرات ومهارات فقط، لا، أكبر من هذا. لكن هذيك الأدوار الحقيقة أنا أود أؤكد، هذيك الأدوار أيضا ما تلغي هذا وتحقق أهداف أخرى. وأرجع إلى الضابط اللي ذكرته، نحن نريد نعد جيل يعيشون عصرهم، وعصرهم متغير. ولذلك نحن يعني في قضايا لابد نتفهم أن في أدوار أخرى نستطيع أن نؤديها خارج قاعة الدراسة من خلال هذه الأدوات، ولابد نقيسها بمقاييس جديدة وليس بالمقاييس التقليدية، يعني بالتكنولوجيا بشكل أكبر. يعني أيضا هذه النقطة، نقطة الضمان، قبل أن ننتقل لمسألة يعني المخاوف لدى الموظفين من الانتقال بشكل كبير إلى حكومات ذكية، باختصار في هذا الجانب ضمان الأمن والمصداقية، وأيضا جعل المتعامل مع التطبيقات الذكية يعني يثق كثقته بالتواجد في المؤسسة وإنهاء المعاملات بشكل مباشر. أنا أعتقد أستاذ فيصل النقطة اللي نتحدث عنها هو موضوع إن لما بنتحول من حكومة تقليد إلكترونية، بالتأكيد نحن هذا نفس التحدي واجهناه في عام 2000، ثم التحدي كان واضح في 2007 لما قررنا نتحول إلى الخدمات الإلكترونية. كانت هناك مقاومة كبيرة وشعور طبيعي جدا، كان عندهم قلق الموظفين بأن نحن وين بنروح، معناته تهديد. لكن نحن تعلمنا من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد الذي يقول المواطن اولا وثانيا وثالثا، الانسان هذا له قيمه، لا يمكن اصلا، لا يمكن تتحول الى حكومه ذكيه لتهدف الى سعاده انسان بتكون على حساب ايش هذا المواطن. خلنا اعطي تجربه عمليه. انا اعتقد الخيار اللي تفضل فيه الدكتور علي وهو انك توصل رسائل تطمينيه خيار جيد، ولكن اعتقد ان يجب ان يكون معاه خيار موازي ثاني وهو اعاده توزيع ادوار، يعني بحيث انك انت هذه طاقات تقدر انت اليوم توظفهم. نحن في وزاره العمل لما قررنا ان العمليات التشغيليه نحولها الكترونيه ما ننشغل فيها، الان بنحولها ذكيه، قررنا في نفس الوقت ان دور الوزاره هو دور تنظيم سوق العمل، لنا ادوار اشرافيه رقابيه وضع سياسات. دائما نقول دور الحكومه هي تضمن تقديم الخدمه، لكن الحكومه دائما نحن نقول الحكومه اذا تحدثنا شبهنا العمل في سفينه ونقود، وسفينه هذه سفينه التغيير، دور الحكومه ان تقود هذه السفينه، لكن الياس يجدف تجديف. انا اعتقد عندنا شركائنا في القطاع الخاص يحسنون التجديف وبجوده، نحن دورنا نضمن تقديم الخدمه. شو سوينا؟ كان عندنا عدد الموظفين 600 موظف، لما بدينا حولنا الخدمات الإلكترونية وأطلقنا مراكز يعني تسهيل وبدت عندنا الخدمات أونلاين، فقالوا إن راح يكون في تقليص للموظفين. نفس الآن الكلام يدور، الآن يدور الكلام أيضا إن لما بنتحول الحكومة ذكية، لكن الآن عدد الموظفين عندنا 1100 موظف. كيف زودنا عدد الموظفين؟ لأن قاموا بأدوار رقابية، أصبح عندنا مفتشين يراقبون السوق يوجهون أصحاب العمل، وأصبح عندنا عدد مختصين في وضع السياسات. أنا أعتقد الذكاء والإبداع هو كيف انك تتحول هذا التحدي الموجود الى فرصه، والفرصه هو انك انت تستثمر هذه الطاقات والامكانيات الموجوده وتوظفها التوظيف اللي يحقق هدفك واللي يوصلك الى رؤيتك اللي تبغيها. رؤيتنا الاساسيه لهذا الانسان. دكتور ايضا يعني كيف تنظر الى تفاصيل حياه الناس؟ يعني ما الذي سيتغير حتى بالنسبه للاشخاص يعني مع هذا التطور
في خدمات ذكية تسهل حياة الناس وتختصر يعني الوقت عليهم. اولا يعني اول ميزة انا اشوفها في قضية الحكومة الذكية، الخدمات اللي تقدم بهذه الطريقة، انها بتحقق عدالة، ان كل انسان بيشعر ان الخدمة هذه يستطيع ان يحصل عليها كما يستطيع ان يحصل عليها اي شخص اخر وبنفس الشروط والمؤهلات. ما في شيء اسمه فيتامين دال، ما في شيء اسمه واسطة، ما في لازم اكلم الوزير او اكلم الوكيل، انتهى هذا سينتهي. الشيء الاخر الحقيقة ايضا نوعية الخدمات، نوعيتها بتتغير وبتتبدل وبترقى هذه الخدمات، وبيبدأ الإنسان يشعر المستخدم عامل الرضا عنده هو بيحدد أدوار الحكومة الذكية، يعني بيكون شريك استراتيجي للحكومة الذكية في نوعية الخدمات اللي تقدمها، في مستواها، طيب في الحكم عليها وتقييمها في الحقيقة. وهذا بيخلينا نفتح آفاق الحقيقة لقضية الشراكة، وإن نحن نبني للمستقبل، وإن نحن هذا التحدي حولناه إلى فرصة أن نبني المجتمع بطريقة تجعلنا دائما الرقم واحد في العالم. نعم، من الحديث عن الأولويات قبل أن أنتقل إليك سيد حميد، يعني الأولويات، ما هي القطاعات التي في رأيك يجب أن تحظى بأولوية بالانتقال يعني من مسألة الحكومية أو الطريقة التقليدية إلى الحكومة الذكية أو التعامل بشكل ذكي؟ أنا أعتقد القطاعات الخدمية اللي تمس الناس مباشرة الحقيقة، اللي يحتاجها الإنسان تتكرر عليه في يومه، في أسبوعه، في شهره، سواء كانت في القطاع التعليمي، القطاع الصحي، قطاع الخدمات العامة، البلديات، المؤسسات المالية. أنا ما أتكلم بس عن الشركات، حتى عن الأفراد الحقيقة. ولذلك أنت لو التركيز على الجانب الخدمي الحقيقة اللي يتكرر دائما ويحتاجون لأكبر شريحة من الناس. يتم قياسه يعني من المؤسسات، يعني هل يتم قياس ذلك من خلال الخدمات وأيضا يعني إقبال المتعاملين عليها بحيث أنها تنتقل ضمن أولويات التغيير إلى الخدمة الإلكترونية؟ أستاذ فيصل، لما أطلق تي صاحب سمو الشيخ محمد الجائزة وضع معايير، وضمن المعايير الموجودة حتى نقول شو هي الخدمات اللي بنحولها وشو الأولويات، الأولوية الرئيسية، الأولوية الأولى أن هذه خدمة تكون تمس شريحة كبيرة من المواطنين ومن المقيمين الموجودين، وخدمة أساسية نامس حياتهم. يعني لما نتكلم عن الخدمات مثلا بالنسبة نحن في وزارة العمل باعتبار خدمات يعني سوق العمل، طبعا الخدمات اللي متعلقة في مثلا في موضوع التصاريح، الخدمات اللي متعلقة في موضوع تجد هذه التصاريح في مثلا في موضوع التعليم، اليوم وزارة التربية والتعليم وزارة سباقة أطلقت مثلا سمارت الابليكيشن، ومكنت في دولة الإمارات كل ولي أمر يستطيع أنه يدخل ويتعرف على نتائج إيش وأداء أبناء. لكن يعني بعض التطبيقات وخاصة أن هناك شركات متخصصة في إنشاء يعني أو تطوير مثل هذه التطبيقات الذكية، ما هو، هل هناك يعني دراسة تقيس المردود الاقتصادي والجدوى من التوجه لتطبيق معين قبل إطلاقه للجمهور؟ بالتأكيد في مقاييس وفي معايير، وأنا أعتقد أكبر مقياس وأكبر معيار اللي بنقيس فيها باللي بنقيس فيها كفاءة هذه الخدمة وهذا التحول هو رضا المتعامل نفسه ومدى تلبيتنا نحن لاحتياجاته. أنا أرد أكرر، الحكومة الذكية حكومة يعني متنقلة، حكومة تقوم على مبدأ بأن العميل أولا وثانيا، وقوة حكومة تقوم على أن أنا كيف أنا أستطيع أن ألبي احتياج هذا المتعامل ولبي أكثر مما يتوقع، يعني حقق توقعاته أكثر مما يتوقع. لذلك أنا أعتقد الحكم اللي بيكون والمتعامل، إذا المتعامل قرر وقال ارتحنا من استخدامنا للإنترنت واستخدامنا لللابتوب، والله اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد ما قصر، بالفعل أنا مرتاح ياس استخدم هذا الموبايل، وبالتالي عبر عن رضاه وعبر عن سعادته، وهذا هو الهدف. معناته أن في كفاءة في هذا التحول. دكتور علي، يعني أيضا بالحديث عن واقعية الانتقال من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية يعني يتطلب جهد كبير وتفاصيل يعني كبيرة، كيف يمكن تجاوزها بالفعل تكون لدينا حكومة ذكية لديها إقبال ورضا، وليس رضا، إسعاد أيضا يعني من هذه الرؤية؟ يعني كيف يمكن الوصول لهذه المرحلة؟ هل بالسهولة وما المطلوب عمله؟ أولا للوصول لها الحقيقة تحتاج قائد، والقائد الشيخ محمد حددها بأن لما أعلن عن مبادرة الحكومة الذكية وضع تاريخ
وطالب جميع الوزراء والمسؤولين بالانتهاء من كل شيء بالتحول هذا إلى خلال سنتين. ولذلك أنت لما يأتي توجيه بتحديد تاريخ معين، الأطراف الأخرى ذات العلاقة ما تجد عندها خيارات إلا أنها تعمل على الوصول إليه. والأمر المبشر الحقيقة أن الآن كثير من المؤسسات ما انتظرت سنتين، كثير من المؤسسات يمكن أنجزت بعض 50% بعضها 70% من التحول الذكي هذا. نعم. أنا ما أعتقد أن نحن بيكون عندنا مشكلة في الإمارات في تحقيق هذا الهدف. هو تميز الحقيقة في تقديم خدمات الحكومة. سنجد بعض التحديات، سنجد بعض المشكلات، لكن أعتقد أن سنصل للهدف بسهولة. وبالذات اللي يقومون على هذا العمل الآن أبنائنا وبناتنا، شباب بعقليات فذة، بعقليات مبدعة، عقليات خلاقة، عقليات يعني تتفاعل مع روح التحدي وتشعر بالمسؤولية وحريصة على الإنجاز. أشكرك إذن الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات، كل الشكر لك، وأيضا كل الشكر للأستاذ أحمد بن ديماس وكيل وزارة العمل الإماراتية. شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء. وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com/المساء. موعدنا يتجدد غدا في 5 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت أبوظبي. إلى اللقاء.